السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن برنامج اليومن. برنامج اليومن بيعمل إظهار معماري للشغل اللي إحنا عملناه، سواء في الريفيت أو في الكاد أو في أي برنامج تاني. باجي في مثلا برنامج الريفيت، أدخل في الأدنس. أدنس يعني أدوات مساعدة، بلاقي هنا حاجة اسمها external tools، يعني حاجات بتصدر الشغل بتاعي. بلاقي نفس وركس، طبعا لو إحنا شغلنا على نفس وركس، ريفيت تول يومن، بصدر الشغل بتاعي لليومن. تمام، بعد كده بقول له انا عايز الانسريشن بوينت، بيز بوينت ولا سيرفو بوينت، و اكسبورت درافت اونلي، اسكيب انتريور ديتيلز حسب انت عايزها ولا لا. اقول له اكسبورت، يبقى انا كده هصدر الشغل بتاعي اللي انا عملته في الريفت على برنامج اليومن. الليمت بتاع اليومن دي اي اي، هو ده الليمت اللي بنصدر عليه. اصدر على ديسكتوب موجود قبل كده، ماشي تمام. اقول له صدره وادخل على برنامج اليومن. اول ما بدخل بيقول لي ايه، عايز ملف جديد ولا حاجه تكون موجوده قبل كده، مشروع من انت اشتغلت فيهم. بقول له انا عايز حاجه جديده. بيقول لي طب حدد الارضيه، احنا ممكن نحدد نغير الارضيه زي ما احنا عايزين، يعني ممكن الارضيه يكون فيها ميه نشيلها، نحط الميه اللي احنا عايزينها، مفيش مشكله. تمام، اه ده الشكل بيفتح. بلاقي اول خانة عندي الوزر، ببدأ احدد الشمس اتجاهها في الناحية، عايز الصبح ولا بالليل، السحاب. بعد كده احنا ليه ان احنا نخلي السحاب يتحرك بسرعة معينة او نبطأه زي ما احنا عايزين. اللاندسكيب، عايز تحط صخور مثلا او عايز تحط مية في حتة معينة زي ما انت شايف، نقدر نحدد نغير زي ما احنا عايزين. الالوان نقدر نغيرها، الووتر لو عايز احط ميه في اي حاجه في اي مكان. اقول له هنا امبورت، امبورت ببدا ادخل شكل يكون معمول في الريفت. باجي هنا اقول له امبورت اد نيو موديل، واختار الشكل اللي احنا لسه مختارينه واقول له امبورت. هاجي هنا، دي بعض الفيلا اللي انا عاملها، هختار اي واحده فيهم وليكن مثلا ديت، واقول له مثلا احطها هنا. كده الفيلا ظهرت معايا. برجع بالسكرول بتاع الماوس، لو عايز اطلع فوق اشوف المبنى من فوق بدوس حرف كيو، عايز انزل ادوس حرف الاي، عايز الف شويه بالكاميرا بتاعت الماوس بدوس كليك يمين واسحب والف. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، مفيش مشكله خالص. عايز ابدا اتحرك، ممكن عن طريق الاسهم. طيب الاسهم بطيئه شويه، هدوس شيفت وسهم يمين او شمال، والاسرع من كده مسطره وتدوس بالاسهم تلاقيها تتحرك يعني بسرعه جدا. الحركه العاديه عن طريق الاسهم، تسرع بالشيفت، تسرع اكتر عن طريق ان انت تدوس مسطره وبعد كده تدوس الاسهم اللي انت عايز تتجه ليها. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط جدا، ما بياخدش وقت خالص. تقدر تغير كمان زي ما انت عايز، بقول له اديت ماتيريال واختار اي ماتيريال انا عايزها. ببدأ اقول له مثلا عايز اغير الماتيريال بتاعت السقف، وابدأ اختار لها ماتيريال معين، اي ماتيريال انا عايزها. تمام، تلاقيها اتغيرت على طول. بلاقي هنا عندي مثلا ماتيريال في ماتيريال لو انا عايز مثلا نجيلة، في لو انا عايز مية، لو انا عايز ارضية، كل الحاجات اللي احنا عايزينها موجودة. ولو في عنصر عايز اخفيه بقول له انفيزبل، بحدد العنصر واقول له انفيزبل بيختفي. لو انا عايز احدد ازاز زي ما انا عايز بقول له موافق. تمام، وبعد كده لو انا عايز انقل اي حاجه عندي هنا، موف، عندي روتيت، لو في اي حاجه عايز اعدلها. اوبجكت دي بقى الجميله جدا، بلاقي ان انا ممكن احط شجر، اقول له انا عايز اختار شجر، ادخل هنا شجر، تلاقي انواع كتيره من الشجر. تمام، بقول له مثلا حط لي الشجر هنا. زي ما انت شايف الشكل بيبقى موجود معايا، فانا شايفه اصلا اثناء العمل، يعني مش مستني انا اخلص واقول له اعمل ريندر وابدا اشوف النتيجه عامله ازاي. لا، ده انا بشوف الشغل كله زي ما انت شايف بطريقه سهله وبسيطه، مفيش اي تعيد خالص. تمام، طيب من ضمن الحاجات برضو عربيه، ممكن احط عربيه في اي مكان انا عايزه. تمام، بس ده لسه مركب، اقول له تعالى هنا واقول له اختار لي عربيه، اختار عربيه، احط العربيه مثلا هنا. ممكن بعد كده بضيف لها حركة بحيث انها تتحرك اثناء ما انا بعمل الفيديو.
ممكن احط ملف صوت بحيث اول ما يقرب من حاجة معينة يبدأ الصوت ده يشتغل. في اصوات كتيرة موجودة، تبدأ تشوف انت عايز تحط صوت فين، مثلا هنا، بحيث اول ما الكاميرا تيجي عندها يبدأ الصوت يشتغل. هنا افكت، ممكن ابدأ اعمل شوية حركات زي مثلا نافورة ايت. ممكن احط مثلا نار فاير، تمام. ممكن احط سموك، كان في دخان مثلا معين. تمام، ممكن بعد كده احط مثلا جوه البيت، بقى ابدا احط حاجات جوه البيت، كراسي، كورة، أي حاجة أنا عايز أحطها. ممكن أدي حركة أخلي الكورة دي تتحرك زي ما أنا عايز. ممكن أحط أشخاص، أبدأ أختار أشخاص أهوت. ممكن أحط بيوت لو أنا عايز المكان يبقى فيه شوية بيوت كده، أبدأ أقول له أنا عايز مثلا بيوت هيت. أحط أي إشارات، أحط لايتنج، الحاجات اللي هي بره بره البيت. ممكن احط اناره لو انا عامل شغل بالليل وعايز الشغل بتاعي يظهر، اقول مثلا عايز الكشاف بالطريقه ديت، واحدد مكان الكشاف وليكن مثلا هنا، بحيث لو انا عملت المنظر بالليل يبدا التاثير ده يظهر، يبدا الكشاف ده ينور. تمام، يعني لو جيت كده قلت له في الوزر قاتلي المنظر ده بالليل، تمام، وصغرت الشمس، هتلاقي الكشاف بدأ يظهر زي ما انت شايف. فالموضوع ان شاء الله سهل وبسيط، مفيش اي مشاكل خالص اهوت. تمام، اقول له بعد كده انا عايز اخد صورة، اقول له فوتو، دي الصورة الموجودة. ممكن اقرب ابعد، ممكن برضه اتحرك في المنظر كده مثلا اهوت، اقول له ايه طلع لي صورة ديسكتوب، طلع لي صورة عشان الطباعة. تمام، ممكن اقول له انا عايز موفي، الموفي بسيط، اقول له سجلها ريكورد، اخد مثلا لقطة هنا، وبعد كده اقرب شوية اخد لقطة تانية، الف حول المبنى اخد لقطة كمان، اقرب ابعد زي ما انا عايز. تمام، زي ما انت عايز، ابدأ شوف الاتجاهات اللي انت عايزها، اخد لك لقطة كمان، وبعد كده اقول له انا عايز اتفرج على الموفي دوت. ممكن اضيف بعد كده مؤثرات، يعني على سبيل المثال اي مؤثر انا عايزه. ممكن اقول له مثلا نيو افكت، انا عايز احط افكت. ممكن اخلي مثلا المنظر كله كأنه مثلا في ريفليكشن، في شادو، في مطر، في او ممكن اقول له مثلا خلينا نجرب مثلا المطر او رين. بص المنظر كله هيجي على المؤثر اللي هو بتاع الرين. ممكن اقول له نيو افكت، اختار افكت مثلا ايه اوبجكت، اخلي اوبجكت مثلا يتحرك. تمام، اقول له انا عايز اوبجكت، ابدا ادور على اوبجكت ينفع ان هو يتحرك، وليكن مثلا الشخص دوت اهو اهوت بقى ليه حركة معينة ان هو يتحرك من هنا لهنا، اول ما ايه اول ما الفيديو يجي عليه، اول ما يعني هو لو الفيديو لقطه هتلاقي ان هو بيتحرك اثناء الفيديو. تمام، دي فكرة اليومن زي ما شايف انه سهل جدا. هقول له سيتنج، عايز تظبط اي حاجة من الحاجات اللي هنا، انيبل لايت، شادو، لوز، يعني في حاجات ممكن تغيرها، تغيرك في حاجات كتير في الشغل. انيبل تيبل تنبوت، تسهل على نفسك الحركة بتاعة الماوس. بعد كده بقول له فايل، اسيف المشروع بحيث ان انا ابدا اشتغل عليه تاني، ده تسيف المشروع. موفي، برجع هنا بقول له سيف موفي، سيف موفي ببدا اقول له ان انا عايز كام فريم في الثانيه، عندي الفاينل اوت الجوده بتاعتها قد ايه، الشوز ريزولوشن، الريزولوشن ممكن تزود زي ما انت عايز، بس كل ما زود في الريزولوشن كل ما اخد وقت اطول. تمام، اوكي، بيقول لك هتسيف الملف فين، اقول له مثلا على الديسكتوب، سميه اي اسم انت عايزه وقول له سيف، وسيب بقى هو بقى يعمل رندر مع نفسه. أخوكم عمر سليم، صاحب مدونة مهاويس البيم.